الأسبوع ده استضافت القاهرة المنتدى العربي الأول للتغيرات المناخية بحضور مجموعة من المتخصصين وخبراء البيئة والمناخ اللي كشفوا من خلال أكثر من 20 ورقة بحثية أثر التغيرات المناخية على دول ما كناش نتخيل إن احنا نشوف فيها ظواهر زي الثلوج والسيول وغيرها. كمان هذه الأوراق البحثية تضمنت كيفية مواجهة التغيرات المناخية ودور كل واحد للتكيف مع المناخ. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس عماد سعد خبير المناخ ورئيس شبكة بيئة أبو ظبي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور والسرور، صباح الجمال على مصر الجميلة. أنا أكلمك من أسوان. يا أهلا، الجو عامل إيه عندك؟ ممتاز، رائع جدا الحمد لله. طيب الحمد لله. عايزين في البداية كده نتكلم مع حضرتك في البداية عن المشهد عربيا، إيه أكتر الظواهر اللي نقدر نقول إنها انعكاس لأثار التغيرات المناخية؟ من حيث المبدأ يعني المناطق العربية مثلها مثل بقية المناطق حول العالم ليست بمنأى عن التحديات المناخية، أو بمعنى آخر ليست بمعزل عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بغض النظر عن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق تلك الدول من مجموع الانبعاثات الغازية على مستوى الكوكب. فدول العالم العربي مسؤولة عن يعني لا يتعدى 5% من كمية الانبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن التغير المناخي، في حين أنه نجد الصين مثلا 35%، مجموعة دول العشرين مسؤولة عن 75% من غازات احتباس الحرارة بالكوكب. إلا أنه لا توجد يعني دولة واحدة في العالم بمعزل عن تأثيرات وتداعيات التغير المناخي عاجلا أو آجلا. وكما يقول غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بأن التغير المناخي يسير بخطى أسرع من خطانا. طيب من جهة ثانية يمكن القول أن المنطقة العربية والدول النامية عموما تعتبر أكثر هشاشة يعني من الناحية المناخية، أي من ناحية قدرة تلك الدول على مواجهة أهم 4 تحديات خلص إليها مؤتمر باريس لتغير المناخ المنعقد 2015 الذي صادقت عليه يعني 187 دولة. هذه التحديات هي التخفيف، كيفية التخفيف من الانبعاثات، وكيفية التكيف مع التداعيات، والقدرة على نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة طبعا للمساعدة في عملية التنمية. صحيح. وأخيرا كيفية بناء القدرات. فهذا التحدي قائم في المنطقة العربية بدرجة عالية. فللعلم أنه كلفة التخفيف من آثار التغير المناخي أو من أسباب التغير المناخي هي أقل من كلفة التكيف، بالتالي يعني يمكن القول أنه التخفيف والتكيف هما يعني بتقديري هما واجب وطني على الدول وعلى الشركات والمؤسسات وحتى على الأفراد. طيب بصباح لحضرتك طبعا يا باشمهندس ومنور أسوان. يمكن العالم بيعيش أزمة غذاء طبعا على إثر طبعا ما يحدث في ما بين روسيا وما بين أوكرانيا. نعم. وأيضا تحدثتم عن هدر الطعام وتأثير هدر الطعام على التغيرات المناخية. لو نقول للناس ببساطة كيف يؤثر هدر الطعام على التغيرات المناخية؟ هذا السؤال مهم جدا، ويعني على تماس مباشر مع كافة شرائح المجتمع. لو سألنا بكل بساطة عن التحديات البيئية التي تواجه الكوكب من حولنا، طبعا هناك أسباب كثيرة وتحديات كثيرة لكن أنا ألخصها بتحديين رئيسيين. الأول هو نمط الإنتاج الجائر والغير المستدام. والثاني هو نمط الاستهلاك المستنزف والغير المستدام أيضا. لأن نمط العيش أو ما يسمى فرط الاستهلاك الذي تعيشه فرط الاستهلاك في كل شيء، ملابس، طعام، كل شيء، سواء طعام، فرط الاستهلاك بالطعام، بالملابس، أي نوع من المشتريات، يؤثر سلبا وبشكل مباشر على التغير المناخي. لأنه يعني عملية الإنتاج، إنتاج السلعة سواء كانت غذاء أم غيرها، هناك سلسلة من يعني خطوط الإنتاج والتصنيع والتوريد وإلى آخره، فبالتالي هناك انبعاثات، خصوصا إذا علمنا أنه 8 إلى 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ترتبط حصرا بالغذاء الغير مستهلك المهدر من الطعام. يعني هذا مؤشر يعني بحد ذاته يعني له دلالة على ضعف المسؤولية باتجاه الأجيال التي لم تولد بعد. يعني نمط الاستهلاك المستنزف لموارد الأرض منتشر بين الكثيرين، وخصوصا الشريحة الوسطى والعليا. صحيح. في المجتمع بالنهاية لن يكون هناك لا أفراد ولا دول بمنع عن آثار التغير المناخي،
فالقرار القادم على سطح الكوكب لن يكون ملكا لا للأفراد ولا للشركات ولا حتى للدول بمفردها فحسب، بل مجتمعين متضامنين شئنا أم أبينا، لأننا مقبلين على معادلة البقاء نكون أو لا نكون. صحيح. بالتالي علينا أن نفكر قبل أن نشتري. ماذا؟ أن نشتري ما نحتاج إليه ونستهلك ما قد اشتريناه، علما بأنه نحن في المنطقة العربية على وجه الخصوص نشتري أكثر مما نحتاج عموما. ناس كثير عندها هوس حتى في مسألة التسوق والحاجات دي. النفايات عندنا عالية جدا، يعني مؤشر النفايات ومعدل حصة الفرد من النفايات في المنطقة العربية هو أكبر دليل على أنه نحن نشتري أكثر مما نحتاج ولا نستهلك ما قد اشتريناه. فعلينا أن نذهب إلى الترشيد راغبين قبل أن نكون مرغمين. صحيح. وأيضا علينا أن نتكيف، يعني مرغمين مع نتائج وأداء ما اقترفته أيدينا من أداء وسلوك ونمط استهلاكي مؤثر وسلبي على البيئة بشكل عام. حقيقي يعني يمكن كوكب الأرض لم يعد يحتمل أكثر يا باشمهندس، لكن عايز أعرف من حضرتك توصيات اللي خرجتم بها من المنتدى. والله هناك كثير من التوصيات كما جرت العادة في كل المؤتمرات، لكن أنا ألخصها ب يعني عدة نقاط من وجهة نظري المتواضعة. هي التمكين، نقل المعرفة وتمكين الفئات المستهدفة بالمنطقة العربية، ونقل التكنولوجيا التي تساعد على التنمية لكي تكون صديقة للبيئة وليست يعني مدمرة للبيئة كما هو قائم حاليا. ثلاثة، التشريعات، يعني التشريعات الخاصة ب يعني تداعيات الحد من اثار التغير المناخي ضعيفه بالمنطقه العربيه عموما. صحيح. فلا يمكن تغيير السلوك لدى شرائح المجتمع سواء كانت مؤسسات حكوميه ام شركات خاصه ام افراد الا على قاعده ثلاث يعني عناصر مرتبطه ببعضها البعض، الا وهي التشريعات ومن ثم التوعيه ومن ثم التحفيز، مرتبطين مع بعضهم البعض. طبعا هذا الكلام ليس ابتكار، انما هو قياسا بما هو معمول به على في كثير من دول العالم. لو اطلعنا تجارب الاتحاد الاوروبي وخصوصا المانيا، ولو اطلعنا على تجارب شرق اسيا بنشوف انه حققوا قصص نجاح كبيره على هذه المحاور الثلاث. صحيح. التشريعات ومن ثم التحفيز ومن ثم التوعيه مرتبطين مع بعضهم البعض، يعني نستطيع ان نغير سلوك الأفراد وبالتالي المؤسسات ولا الشركات. كل الشكر لك يا فندم المهندس عماد سعد خبير المناخ ورئيس شبكة بيئة أبو ظبي، شكرا جزيلا لك.